ان شاء الله يحطون داكشي بعدا ساهل ما يصدمونا بحال دابا صدمونا كلشي شاد راسو وانا ما نعستش كاع والله ما نعست الليل كامل وانا كنحفظ في النص نظاري في الاخر جيت تحت لي نص طبيقي ضروري نفرحوا الدار فرع العائله الوالدين هما الاولين رضات الوالدين ماكيناش القرايه فين هي القرايه ماكيناش القرايه 3 شهور ماكيناش القرايه صافي خبر 3 شهور ماكيناش القرايه كون كانت القرايه كون كلشي نجح شي مزيان صراحه ما لا صعبوا معانا حنا مولفين كيعطيونا نص نظر عطيونا نص طبيقي داك نص نظر يعني مراجع نص نظر درنا نص طبيقي المؤلف تقلبوا لينا كلشي داروا لنا داكشي ديال الادب العصري داروا لينا حنايا صافي قلبوا لينا كلشي صافي خدمت شويه وصافي الحمد لله ان شاء الله يحطون داكشي بعدا ساهل ما يصدمونا بحال دابا صدمونا كلشي شاد راسه شدينا عاصم كلشي شاد راسه حاطين نص طبيقي كلشي حاطين قصيده حنا كاع ما كيحقوا علينا اصلا قصيده شعريه كتحط الادب العصري حنا حافظين نص نظاري صاهرين عليه وانا ما نعستش كاع والله ما نعست الليل كامل وانا كنحفظ في النص نظاري في الاخر جيت تحت لي نص طبيقي وشديت راسي ما خدمت حتى شي حاجه فيه والمؤلفات عوالين على الله توكلنا حطوا لنا ظاهره الشعر العربي الحديث ما خدمنا فيهم والو ان شاء الله يا ربي ان شاء الله نخدموا كاملين ونجحوا كاملين الله يسهل على الجميع دخلنا بشويه ديال ستريس ضروري الاجواء عاديه كلشي داز مزيان اساتذه كانوا ظريفين انا درت سونس مات و بالنسبه للامتحان فيه خدمه بزاف كان شويه طويل ولكن الا خدمتي في الدار الا بريباريتي مزيان راه غادي يكون النتيجه فهمتي بريباري شويه ضروري قبل كتبريباري بسيمانه ضروري خصك تاتاكي كاع الفروض ديال الامتحان هذه امتحان اللي خدم راه غادي يجيب ولكن اللي ما خدمش راه ما غاديش يجيب كاع كنتمنى نجيب مزيان وندوز المواد الاخرين كما كانوا كامل على الله ضروري نفرحوا الدار فرع العائله الوالدين هما الاولين رضات الوالدين خدمت شي شويه عطيت الجهد اللي كاين خدمت شويه وكانت داكشي شويه فيه الخدمه فيزيك كان شويه صعيب صافي خدمت داكشي اللي درت عليا صافي التعامل الاساتذه كانوا يتعاملوا معانا وصراحه ما كانش شي حاله غيش وما كانش داكشي صافي كل واحد خدم مرقشو ما نجحوا نفرحوا الوالدين صافي شي اللي كاين اخي الحمد لله المهم عطيت الجهد ديالي انا النجاح الحر ان شاء الله يا الدراري انا فرحان نجحوا الحمد لله خدمنا وداك الشيء ان شاء الله يمكن النجاح والحياه تستمر بالباك ولا بالباك والله يسهل على يدي كاملين وبيس بنتي حيت بنتي كدوز امتحان الله يجعل ربي يكون معاهم كاملين تلامتا ندعي معاهم كامل يكون معاهم الله ينجحهم الله يسهل عليهم بحال انا كنراجع شي بنتي فاش باش كتكون تراجع تنقول يا ربي تكون مع بنتي يا ربي مع بنيه المسلمين وتصور الدراري باقي كاع ما دوزو امتحان فيهم الخلعه انت كنت تبكيو وكاين مسكين اللي ما كينعش انا بنتي وصلت لها وصلت بحال الشوك انا ديت عند الطبيب النفساني بنتي قبل ما يعني باش ما فهمش الخلعه يساعدوا الدراري شويه يساعدوا اللي قاري اللي عنده فلوس يمشي يقرا بريف اللي ما عندوش ما يقراش والقرايه انا عندي ولاد اختي عايشين برا تيقرا ولد المينيستر تيقرا في الدوله في الحكومه وكيجي هو الاول هادو ما عندكش فلوس ما تقراش ما عندي ما نمشي نشفر باش نقرا بنتي في فلوس اجعل ربي ينجح كاع وليداتنا انا تندعي مع الناس اللي كيشفوا انا كنقولها هاد تنقولها العيات اللي كيشفوا على ولادهم واللي تيطلبوا على ولادهم والرجال اللي كيخدموا مساكن السن هادوك بغيت ربي ينجح لهم وليداتهم ان شاء الله ربي يكون معاهم وينجح لهم وما يخيبهمش الله والله يجعل ربي يوقف كاع البنات ما كايناش القرايه فين هي القرايه ما كايناش القرايه 3 شهور ما كاينش القرايه صافي خبر 3 شهور ما كاينش القرايه كون كانت القرايه كون كلشي نجح كون كلشي ناجح دابا الدري مسكين تيخدم سؤال كاين شي سؤال عاطينو صعب ما كاينش كيخدموا تيرمي مش في داك هو ما قاريش